الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة 21 من برنامج الراحمون، والتي نخصصها للحديث عن الرحمة بالرعية. وقد قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة، مرحبا بضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد أبو الحسن، مرحبا بك في هذا اللقاء. الله يبارك فيك، الله يسلمك. حديث عن الرحمة بالرعية، أيوة. حديث عن حكام والرعية، حديث ذو خصوصية وذو أهمية. بداية، ماذا عن أمانة التكليف وعظم المسؤولية لمن يقوم على هذا الأمر وعلى تولي ولاية الناس؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الولاية دي تحمل الأمانة، يعني من أصعب الأمور اللي هي الذي تولى أمر شؤون المسلمين. لا بد الزول يكون عادل، لان موضوع حساس جدا، قد يسكن في اعلى درجات الجنه وقد ينزل في جهنم. ولذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان المقسطين على منابر من نور يوم القيامه، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. رواه مسلم. ان المقسطين على منابر من نور، منابر يعني مرفوع المنبر، معناه الشيء العالي، مكان عالي، منزلة عالية عند الله تعالى من نور. أي الذين كانوا في الدنيا يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا. من أول واحدة في السبعة دي قال: إمام عادل، إمام عادل. وبرضه جعان عياض بن حمار من المجاشعية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يبقى هنا ده معنى الحديث، انه الثلاثه ديل بتصب واحده من الثلاثه ديل يكون من اهل الجنه. اول واحد قال: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان يعني حاكم، والحاكم ده يشمل رئيس الجمهوريه، ويشمل الوزير، ويشمل الوالي الولايه، ويشمل المدير العام لمرفق عام، وذول اي ذول يتولى منصب يدخل في المسؤوليه، يدخل في المسؤوليه دي. كان مقسط يعني عادل، كريم، سخي، متصدق من ماله، عفيف، نزيه، بخاف الله، هذا يكون من أهل الجنة. أهل الجنة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وما ربنا موفق في حكمه. يبقى لذلك تولى أمر المسلمين أمر حساس ودقيق جدا. وكما ورد في حديث معاناته نزول طلب الولاية يوكل إليها، طلبوه للولايه شاهدوا رب نعيم عليها، يعني زول بيشهد يقول اعملوني وزير، اعملوني كذا، اعملوني كذا، يبقى ما حيقدر يتحملها، ما يقدر ينجح فيها. لكن الزول اللي بيخاف الله: يا اخوانا خلوني، لا جبرد المنصب ده رب بعيمه. اذا هي مسؤوليه، مسؤوليه امانه وتكليف، امانه وتكليف قبل ان تكون منصبا او مصدر للكسب. ولذلك الصحابي لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام ابو ذر قال: الا تستعملني؟ قال له: انها امانه، ان يوم القيامه خزي وندامه، الا من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيه. صحيح. نعم. كما برضه مطلوب من الزول بيتولى امر المسلمين ده يعمل حسابه بشده عن المال العام. في ناس كثيرين يقول لك: المال العام ده ما اميري وما زي حق تاكل لك حزول.
قال بتاكل لك حق دول كلت من دول 100 جنيه خصمك يوم القيامة منه نفر واحد. لكن ما تاخذ المال العام، المال العام ده ما حق 30 عدد سكان السودان كم 40 مليون 40 مليون يقطع الوجبة حقهم يبقى لا. بعدين كان ده جاء التحذير الشديد عن علي بن عميرة الكندي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط عن الإبرة، ايوه، شال من المال العام إبرة بأقلش إبرة دساها وشيلها يجي يوم القيامة حاملة. يعني هو الذي وما قال تعالى: وما كان لنبي ان يغلل ومن ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. والغلول هو الاخذ من الغنيمه والاخذ من المال العام، يبقى ده اعتبر غلول يجي شايل يوم القيامه. طيب دول اللي شال ابره بي شال ابره، طيب من شال سياره واكل عماره وكل دول يشالون شبنا عماره من المال العام يشايل يوم القيامه عماره كامله فضح. عماله كامله يدقوا الملائكه عشان يتحملها فضيحه له يوم القيامه. يعني اخذ بهيمه ياتي بها على ظهره، على ظهره، زي ما في الحديث قال لا يعني فن رجل يحمل لا هنا بعير له رغاء او بقره لها خوار او شاة تيعر، يعني يجي شايل له جمل خورك بقره خروف يكورك وكذا، دي كلها فضيحه يوم القيامه. طيب يبقى الزول يعمل حسابه ويتذكر الايات والاحاديث اللي قريناها في فضل العدل. نعم، زول يخلص عمله لله ويعدل قدر ما يقدر هذا مصيره الجنه. طيب نريد ان نقف قليلا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقوا عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا اللهم فرفق بهم فرفق به. نعم، ده دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للزول بتولى أمر من أمر المسلمين ويخلص وينصف يكون منصف مخلص في عمله، ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويجازي جزاء لأوفى يوم القيامة. أما ولى أمر المؤمنين وهمه بس أنه يأكل المال العام، نعم، يقول ده حيتعب تعب شديد، مع ان المال العام ده حيشيل معاه شنو؟ مهما بنى منه قصور حيخليها يموت، والورث يتمتع به هناك يتحاسب بها. ما في فايده. مجنون قالوا سال واحد من الخلفاء قال له: عظني الخليفه يقول مجنون، قال له: اريد موعظه، قال له: هذه قصورهم وتلك قبورهم، من سبقوك قصورهم هذه موجوده وهم باب الاسرى. اذا قضيه الرفق بالرعيه والشفقه عليهم والاهتمام بهم من واجبات الحاكم. نعم، اي نعم. وكذا قضيه قضايا السعي الحاكم لمحلحله قضايا الناس ومعالجه مشاكلهم والاهتمام بامرهم، ده كل مطلوب منه. نعم، خلاص تحمل المسؤوليه ما دام دق صدره قبل بالمنصب ده يجتهد انه يسهر الليالي يكون عادي. هو طبعا ما بيقدر عدل 100% لكن يجتهد. نعم، زي ما عمر بن الخطاب قال له: عسر الدغله بالعراق، لو سئلت عنها يوم الغمالك بقى انت في المدينه في العراق، قال مطلوب من الحاكم يصلح الدرب للبغله للبغله. فكيف للانسان؟ كيف للانسان؟ ايوه، مقدم من زهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. مزيد فضل الشيخ من نماذج من هذه الخلفاء الراشدين ما كان عليهم من الرحمة بالرعية والاهتمام بهم كبار السن والضعفاء بغيرهم. نعم، صحيح. من الجسد بتاع في خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان شاف له زول هنا بعيد يلم في الإبل بتاع الصدقة، الدنيا حر ويلم فيها ويجري ورا ده يلم ويجري ورا ده يلم، سهل ده منو ده؟ امشي شوف الزول ده منو؟ ما شاف اللي هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب. شوف ده الامير حاكم المسلمين يقوم يجي عشان يلم الابل بتاع الصدقه. كذلك برضه انه عمر بن الخطاب برضه سمعنا من قصته انه طبعا يوم من الايام زوجته عملت له حلوه، حلوه زي عندما نعمل كستر نعمل له الحلوه. بعدين سال قال له: انت نحن المرتب بتاعنا يا دوبك كده كده، من وين جبت القروش سويتوها الحلوه دي؟ قالت انه كل يوم من مصاريف حلة الملاح مثلا وفي لي قرش 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 وفرت لهم بقى جبت من الحكايه دي قمت سويت. قال لا، ايوه، يعني نحن اذا كنا ناخذ 10 جنيه هيبقى 9 تكفينا،
الجنال عشر بالزيادة خلاص ما أصدر أمر يوقفوا الزيادة دي عشان وقصته مع العجوز ايوه صحيح لقي بالليل وجد اولادها يبكون من شده الجوع فجاء بالدقيق يحمله على ظهره نعم وساعده في طبخ الطعام وذهب قريب من المنزل وانتظر قال لن يذهب حتى يرى الاطفال قد شبعوا وفرحوا بعد ان كانوا يعني يبكون من شده الجوع فبعد ان شبعوا صاروا يتصارعوا ويضحكوا وذهب لما قال لهم من معه من الصحابه أنا أحمله عنك الدقيق قالوا هل تحمله عني يوم القيامة سبحان رحمة الله. أي 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 يعني شفق بالرعية أي فعلا فعلا طيب إذن من أولياد الحاكم الاهتمام بالرعية الشفقة عليهم الحنان بهم العدل معهم قد بينت فضل العدل وفضل الإمام العادل نريد بعد الفاصل نقف مع النقيض الظلم والجور وعواقب الإمام الجائر صحيح. إذن فاصل قصير أحبتي الكرام ثم نعود بعد لمواصلة الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم مجددا أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الراحمون والتي نتكلم فيها عن الرحمة بالرعية. مرحبا بكم مجددا فضل الشيخ محمد عامر الحسن. الله يبارك. تكلمت عن الجانب المشرق الذي ينبغي أن يكون عليه الحكام هو العدل بين الرعية، الاهتمام بقضاياهم، السعي لقضاء حوائجهم، التيسير عليهم، الرحمة بهم، الشفقة عليهم، وأن جزاء ذلك أن هذا الحاكم سيظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وأنه ممن يحبهم الله ونحو ذلك. طيب تنبيه لمن يقع في العكس، من يأخذ يستغل سلطته إلى ظلم الناس أو قهرهم، ماذا عن تحذير من جور الإمام؟ نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه البخاري ومسلم. اتقوا الظلمة معناته يا معشر المؤمنين أعمل حيز بينكم بين الوقوع في الظلم. ليه؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والمعنى ظلمات من شدة ما يعاني الظالم من أهوال يوم القيامة وكربات يوم القيامة شبه بظلام الليل. تفسير عبد الله بن عباس قال معناه ظلمات يوم القيامة قال يجمع عدد من الظلمة ويدخلون في تابوت من نار ثم يزج بهم في نار جهنم. تصور المنظر ده يعني اذا جماعه كان بتعاون على ظلم المسلمين يدخلون في شكل صندوق برميل ويبرشوا من البرميل بجاب بجاب طبقوا يقرقطوا على جهنم. تصور المنظر ده ناس جوا برميل زي عيدان الكبريت مبرشم البرميل من جميع الجهات وحوالين نار جهنم الحرارتها قدر الفرن بسيح قضيب السكه حديده خليه زي متلمسونه 70 مره. تصور المنظر ده ونادي الحيين جوه تصور عندي ما كنت من النار. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. ده الظلم ما في طريقه يمرق ما في طريقه يهرب ما في خلاص يتنسي زي ما نسى مراقبه ربنا عليه يدعم المنزل يتنسي كده. وبرضه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتصب شبرا من الارض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامه. شبر واحد من أرض زول اقتصبوا يوم القيامة يطوقوا من سبع أراضين لبسوه يقدوا قدوا سبع أراضين عقوبة فضيحة له يوم القيامة. حتى لو كان الظلم في شيء يسير شيء بسيط هاي حتى ولو شيء بسيط. أو في الحديث الثاني من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك مسواك أخذوا ظلم هم الغامية عالم كذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء منه فليتحلله منه اليوم
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. يقول بنصيحة من النبي لينا إن إحنا نبتعد من حق الناس، بقدر المكان في الدنيا دي ابتعد من حق الناس، لأن حق الناس أنا شلته أكلته راح، لكن حتى فاحتمل يوم القيامة من حسناتي. يقول زول حفظ عليه حسنات ليس نقدي النار ولا درهم. أي طيب الاحتجاب عن الناس وعن حوائجهم، لربما بعض المسؤولين ينسى الناس ما يصبح مشغولا عنهم، ليس عنده وقت لحل حالة قضاياهم ولا لتفقدهم ولا نحو ذلك. نعم المطلوب من حاكم المسلمين ما يكون عنده حاجز يمنع زول من دخول عليه، اللي في حالة عندي اجتماع عندي شيء كده، لكن زو هو لازم يفرق نفسه ساعة كاملة يتقبل فيها مظالم الناس، يشوف المظلوم مين يشرح له. ومن العدل بتاع الخلفاء الراشدين انه ذكر انه في خلاف بين علي بن ابي طالب واحد من اليهود، وجاء عمر بن الخطاب جاء يقف للحكم، طوال عمر بن الخطاب قال قم يا ابا الحسن اللي عليه قام يجيب، وقال لليهودي باسمه قم يا فلان فلان جورجي فلان فلان. بعدك سيدنا عمر اثناء التحقيق لاحظ انه علي بن ابي طالب كذا زي ما تقول مربط وشه زعلان. اي بعد ما حكم بيناتهم قال له تعالى ابو الحسن انت شايفك انت لما وقفتك جنب اليهودي شفتك زي زعلان ما رد انك تجيب جنب اليهودي، قال له انا مش كده، قال انا زعلت منك لانك لما ناديتني قلت له قوم يا ابو الحسن، واليهودي قلت له قوم يا جرجي، اي كنت ساويني كنت اقول له يا علي قوم يا اليهودي جرجي قوم، لكن تميزني ابو الحسن من ذاك كده. شو الحته دي؟ عجيب علي زي مع انه يظل الحكم صدر لصالح اليهودي. ايوه صالح اليهودي. سبحان الله سبحان الله. عداله عداله. نعم وقد روي في حديث ان من احتجب عن حقوق رعيته احتجب الله عنه يوم القيامة، كما جاء في معنى الحديث. برضه في قصة طريفة كده برضه ذكرها، انه قالوا في قاضي بيحكم يحقق القضية ما انتهت أجله للفلان، زي ما هي القضايا بتتأجل ويستأنف ثاني. أجله بعدين هم خصمين واقفين قدامه وحقق معاهم وقال لهم ترفع الجلسة لليوم الفلاني. في اليوم الفلاني قبل ما إما تجي كان الزمن ذاك النخل طلعت سمح، واحد من الخصمين ديلا ضربت له عمله ضربت التمر سمحي وكتب فيها هديه للقاضي ورسل لي هديه للقاضي. نعم اول ما ضربت يده وصلت الطوالي رجع الهديه والطوالي مشى للحاكم قدم استقالته. قال طيب انت ما رفضتها؟ قال لي برضو انا رفضتها لكن حاسس ان فرين ديل لما يجيب قدامي نفسي تميل للزول ارسل لي الهديه وانا ابيتها. عجيب مع انه ما قبلها. مع انه ما قبلها لكن قال انا حاسس في نفسي يمكن طبيعه البشر تميل، الزول ده ارسل لي هديه يمكن يميل لي اقوم اظلم الثاني، عشان كده قدم استقالته. عشان ينهي عن هدايا العمال. ايوه صح القاده تقول لي هدايا العمال حرام. المقصود بالعمال الحكام. طيب ماذا عن أهمية الخلق الوفاء بالنسبة للحاكم الذي قد يعد رعيته بأشياء أو يعد من رشحوه بأشياء؟ قضية الوفاء والاجتهاد في تحقيق ذلك. نعم. يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. رواه البخاري. هذا حديث قدسي. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني الثلاثة دول يكون ربنا يخاصمهم يوم القيامة. أول واحد فيهم قال رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي معناته عهد بالله، وهسه جرت العادة كل ما تشكل حكومة جديدة الوزراء طوال يجي قدام رئيس الجمهورية وقدام رئيس القضاء. الوزير ختم في المصحف أقسم بالله العظيم بكتابه الكريم يقول أنا بطبق الدستور السوداني حرفيا كذا 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 كذا. هذا سد عهد. لو الوزير دخالف معناته عهد حي يوم القيامة يكون ربنا خاصمه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أعطى بي ثم غدر، عاهد بالله هنا التزم
بالقانون الفلاني بالدستور الفلاني بكذا 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 انتظم حتى يده قدام الحاكم قدام رئيس القضاء اصبح الجلد ملزم ينفذ البنود دي بتاع الحلو العهد عليها دي حرفيا ما بيقدر عليها يقدم استغالته. الرحمة من الحاكم بالرعية يكون رحيم يهتم بهم يشفق عليهم يتعامل معهم بمثابة الأب لأنهم هم رعيته أولاده. سيدنا عمر بن العزيز رحمه الله تعالى لما طلب نصيحة من أحدهم قال له كل صغير الناس أبا وللكبير منهم ابنا وللمثيل كذلك. هل الرحمة نحو الرعية والشفقة هل تنافي الهيبة هيبة الحكم هيبة العادل؟ لا ما بتنافي. زول يكون عادل ويكون مبسط وفيه شفقة ورحمة. الراحمون يرحمهم الله الرحمن أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إذن الرحمة لا تنافي الهيبة بل الرحيم الحاكم الشفوق الرحيم يحترم كله المكان ومحبب الناس. طيب إقامة الحدود والزجر المجرمين هل تنافي الرحمة؟ لا تنافي. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. يبقى هنا ده في حكم الله زول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. القسى ليزجر ومن يقع حازم فليقسو أحيانا على من يرحمه. أي صح. نعم شكرا لفضل الشيخ وبارك الله فيك في خواتم هذه الحلقة. شكرا لكم أحبتنا الكرام إلى جديد الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.